بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، شوطنا الخامس دفعة الثانية، كار المحليات، الاصايل، شعارات يا اصحاب السمو الشيوخ. التواصل مستمر والحضور ما شاء الله متابع كل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. المركز الأول هناك زعفرانة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، النقلة على المركز الثاني جبارة سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد مكتوم المكتوم، هناك علي بن يمعب بن خميس غويص. وفي المركز الثالث من أتت وحلت شهنية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن علي بن عامر العويسي. ورابع المراكز أيضا هناك الخوارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله أو مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة. خامس المراكز ما شاء الله الكورة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وسادسا الشاهنية هجند شباء مع سالم بن سعيد في التضمير. المركز السابع ما شاء الله بيان سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثامن شوق هزني هوا الشوق ما شاء الله مع الشوق الشعار المتألق حتى هذه اللحظات سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. علي بن يمعب بن خميس على غويس السويدي ما شاء الله ثامن المراكز. تاسعا من أتت هنا في المركز التاسع أيها الإخوة ما شاء الله تبارك الرحمن الحذرة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر سليطة وأيضا هناك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي بن واس الاجتبي. عشرة مراكز، عشرة أسامي، عشرة سعارات اللي ذعناهم عليكم وفاء تماما. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس المشاركين. الله يا لغويس، الله يا لغويس، يبغي يبدع مع النقطة الثالثة، يبغي يبدع مع النقطة الثالثة. نتمنى لك التوفيق وللجميع إن شاء الله. جبارة 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 مسيطرة حتى هذه اللحظات الجميلة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للجميع. سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا علي بن يمعب بن خميس لغويص شاهنية، أيضا من حلت ثانيا لهجنة الشباء كابتن هنا سالم بن سعيد في التضمير. ثلاث المراكز اللي أتت ما شاء الله شوق سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمعب بن خميس أنا غويص. وصلكم هنا أيضا الحميري متابع كل تحركات الكرة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري الشاهنية. رابعا ولا خامسا وسادس المراكز أيضا هجن الشباء سالم بن سعيد في التضمير. المركز السابع أيضا وصلت في هذه اللحظات الموج سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان الغويس ما شاء الله حاضر بو خلفان مع هذه الانطلاقات. النقلة على المركز السابع اللي في المركز السابع ولا الثامن اللي في المركز الثامن أول ندى الاعتراف سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرضي الحميري حاضر ثامن المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن اللي وصلتنا. ولا بقول المركز التاسع الخوارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم. وهناك مطر بن محمد بن أحمد الرفيع عاشرا الشاهنية لهجنة الشباء وسالم بن سعيد في التضمير. يلا يلا 1200 1200 من عمر هذا الشوط 1200 من عمر هذا الشوط. أتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. جبارة جبارة اللي شلت أفكاره، اللي شلت أفكار لغويس، اللي شلت حماس لغويس ما شاء الله. حي هالسير يا لغويس، حي هالسير، حي هذا الأداء الجميل مع النقطة الثالثة. نتمنى التوفيق للجميع لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمعب بن خميس لغويس. النقلة على الشاهنية ثانيا لهجنة الشباب سالم بن سعيد في التضمير. المركز الثالث أيها الإخوة شوق هناك سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا مضمر شوق علي بن يمعب بن خميس لغويس. الموق تأتي رابعا سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيب بن خلفان لغويس. وصل بو عبد الله، وصل بو عبد الله مع الخوارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن أحمد بن رفيع. خلاص
خلاص ما بقى من الكثير، اني بقى شيء قليل، اني بقى شيء قليل. شوف ند الشبا، هجني ند الشبا، ماذا تعمل؟ ماذا تكتك في اللحظات الاخيره؟ ماذا تكتك في اللحظات الاخيره؟ في التجاوز الاخير، اللحظات الجميله، هجني ند الشبا، هجني ند الشبا، بقياده سالم بن سعيد. سالم يا سالم على المركز الاول، هنا مضمر ومتابع. الله، شوف اللي قادمه، شوف اللي قادمه، الشاهينيه والشاهينيه ايضا رفيقات الشاهينيه في هذه المرحله الجميله، في هذه المرحله الاخيره. سلام لهجن ند الشبا ولمضمر هجن ند الشبا سالم بن سعيد تانينا، والناموس اول وثاني وثالث مراكز. المركز الرابع سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد مكتوم، المركز الخامس سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد مكتوم، 6-9 ثواني 77 جزء من الثاني تانينا والناموس.